طيب احنا كنا الاسبوع اللي فات اتكلمنا على جزء بتاع الميموري مانجمنت بتاعت الريل ميموري. لو انتوا فاكرين اخر حاجه اتكلمنا عليها كانت الميموري بليسمنت الجوريزمز، اللي هي البيست فيت والورست فيت والنكست فيت والفيرست فيت. وزي ما احنا كنا شايفين كانت الفكره في الالجوريزمز دي كلها ان انت تمينيمايز ال external fragments اللي موجودة، فإذا انت minimize عدد ال compactions المطلوب، عشان كل compaction زي ما احنا شفنا كانت بتاخد وقت وتعطل البرامج اللي شغالة. هستأذنكم دلوقتي، هطلب منكم like sort of an assignment. It's not an assignment, it's read it at home sort of thing. أنا عايزكم تقروا لي على البادي ميموري سيستم. بادي ميموري سيستم، استاذنكم هتبصوا عليها عشان ممكن اجيب عليها اسئله في الاسسمنت بتاعتي. اوكي، فالبادي ميموري سيستم ده من الحاجات اللي احنا عايزين يعني نقراها. هي طريقه لالوكيتنج ميموري بتجارنتي ان الكومباكشن يبقى شيب، عملية الكومباكشن تبقى رخيصة ما تبقاش غالية. أوكي؟ بصوا عليها ونتناقش فيها الأسبوع الجاي إن شاء الله. دي برضو بنتكلم على ريل ميموري، بس هي ممكن تطبق عليها حاجات تانية، بس هي initially يعني أو mostly هي في الريل ميموري سيستم. أوكي؟ طيب هنتكلم دلوقتي على الفيرتشوال ميموري. نبدأ نتكلم على الفيرتشوال ميموري، نشوف بنشتغل بيها إزاي. ونشوف الدنيا بتتعمل ازاي. virtual memory. طيب تعالوا نشوف مع بعض ال virtual memory بتشتغل ازاي. زي ما احنا اتفقنا قبل كده واحنا بنتكلم، على فكرة احنا ماشيين بسرعة. احنا في الاسبوع التاسع دلوقتي ولا كام؟ ده التاسع صح؟ التاسع يا دكتور. طيب نشوف ان شاء الله كده احنا بالتالي سابقين شويه. ف هنشوف اللي احنا يعني هنظبطه. معلش انا برد مع على واتساب وانا معاكم في نفس التوقيت. فتعالوا نشوف ازاي احنا هنعملها. ايه اللي انا بقوله ده؟ انا ما دام في اسبوع التاسع يبقى احنا ممكن كده ان شاء الله نزود شويه توبكس. ان شاء الله ممكن ازود لكم software transaction memory as a concurrency control mechanism عشان نشوف ازاي ممكن نظبطها. طيب تعالوا نتكلم مع بعض على virtual memory. ال virtual memory زي ما كنا اتفقنا قبل كده هي طريقه عشان اتعامل مع الذاكره such that جزء من الذاكره بتاعتي هتبقى موجوده على الهارد ديسكس وجزء تاني من الذاكره بتاعتي موجوده في الرام. تعالوا نشوف how we can take advantage of this. في virtual memory في two different techniques هنتكلم عليها. أول حاجة memory segmentation، ثاني حاجة memory paging، وآخر حاجة paged segment. دول ال techniques المختلفة الموجودين عندي اللي احنا هنحاول نتكلم عليهم عشان نشوف ازاي نتصرف في الشغل بتاعنا. طيب تعالوا نشوف مع بعض. نبدأ بالميموري سيجمنتيشن. ما اظنش في اي حد فيكم مش عارف الميموري سيجمنتيشن بتشتغل ازاي. مين ممكن يقول لي الميموري سيجمنتيشن بتشتغل ازاي؟ احنا عارفين من المايكرو بروسيسور. لو بيبقى في كود سيجمنت وداتا سيجمنت. Exactly, exactly. That's the entire idea of memory segmentation. عندك البروجرام نفسه لو موجود على البرنامج نفسه متقسم لداتا سيجمنت وكود سيجمنت وستاك سيجمنت زي ما احنا متشكلين. وبعد كده عندك الرام. الميزه الاساسيه في السيجمنتيشن هي it's sort of virtual memory in the sense that انه مش لازم احمل كل السيجمنتس في نفس الوقت، يعني ممكن ستاك سيجمنت ما تبقاش متحمله لغايه لما احتاجها. وممكن يكون عندي في البروجرام اثنين داتا سيجمنت، يعني ممكن يبقى في عندي داتا سيجمنت
وديتا سيجمنت. ولو انا بشتغل في الجزء ده الاول هحمل ده، وبعد ما اخلص منه اشيله واحمل الجزء الثاني وهكذا. فاذا دي الفكره بتاعت الميموري سيجمنتيشن. ده اول حاجه. تاني حاجه ان الميموري مش لازم تبقى كونتيجيوس في الرام، يعني ممكن احمل هنا الديتا سيجمنت اهو، بعدين هيبقى عندي حته فاضيه ما فيهاش اي حاجه، وبعدين احمل او في حاجه تانيه another program، يعني ده بي 1 ده بروجرام 2 اي حاجه خاصه بيه، وبعدين ارجع تاني لبي 1 ده مثلا الكود سيجمنت بتاعه، ده مثلا الديتا سيجمنت بتاعه. يبقى السيجمنتس مش لازم تبقى كونتيجيوس، السيجمنتس بتبقى متوزعه على الميموري على حسب ايه الفاضي. فده ادفانتج تاني. وطبعا الادفانتج الثالث والاخير ان كل سيجمنت بيبقى ليها الاكسس رايتس بتاعتها. اوكي طيب، تعالوا نشوف مع بعض ازاي ممكن نتعامل مع الموضوع ده. هم انتوا عارفين ان ايه كل سيجمنت ليها الاكسس رايت، صح؟ يعني في سيجمنت ريد رايت وفي سيجمنت ريد اونلي وهكذا، مفهومه دي صح؟ تمام. فيري جود. والميزه الاساسيه بتاعت السيجمنتيشن عشان هي فيرتشوال ميموري، اي هاف تو ادريسز، الفيرتشوال ادرس والفيزيكال ادرس. Virtual address، virtual address space time، وال physical address. وال virtual address اللي انا بستخدمه في البروجرام is independent من ال physical address. لو انت فاكرين ال virtual address في ال segmentation كان بيتكون من segment و offset، انت فاكر؟ وال logical address كان بيبقى ايه؟ او ال physical address كان بيبقى ال physical address العنوان الحقيقي. So there is a disconnect between these two things. ان الفيرتشوال ادرس انا ممكن اتعامل مع اوفسيتس فقط، ومش محتاج اعرف هي موجوده فين بالذكاء. المين ادفانتج اوف حاجه زي كده ان لو عندك تو بروجرامز، اوكي انت ده بروجرامر 1 بيكتبه، ده بروجرامر 2 بيكتبه، ممكن الباشمهندس اللي هنا البروجرامر اللي هنا يستخدم اوفسيت 2، والباشمهندس اللي هنا برضه يستخدم اوفسيت كام؟ 2. والاثنين دول لما يدخلوا في الذاكره، لما يتحملوا في الذاكره مش هيكلاش بعض، مش هيخبطوا بعض. ليه؟ الاثنين دي هتبقى فين؟ في سيجمنت معينه، وده هيبقى فين؟ في سيجمنت ثاني. ده ما كانش ينفع في الريل ميموري. في الريل ميموري there is a one to one mapping between addresses، يعني الادرس اللي انت بتستخدمه جوه البروجرام هو الادرس بتاعها في الذاكره على طول. لكن في الفيرتشوال ميموري لا، there is a separation between logical addresses وphysical addresses. طيب دي الفكره بتاعت السيجمنتيشن. في اي حد عنده سؤال فيها؟ حلو قوي. تعال نتكلم، بيرفكت، تعال نتكلم شويه، هستاذنك على الفراجمنتس. السيجمنتيشن دي فيها internal fragments ولا لا، وفيها external fragments ولا لا؟ الانترنال fragments، نبدا بالانترنال fragments، هل فيها internal fragment ولا لا؟ لا. مين يقول لي؟ لا ما فيهاش. طيب ليه؟ ناقشني، هو الانترنال فراجمنت يعني ايه؟ مش ديت اللي انا احجز ال يعني احجز جزء وانا مش عايزه كله، لكن انا لازم اخد الجزء دوت كله. يس يس. يعني طيب انت بتقول هنا مش هتحتاجها عشان انت تاخد السيجمنت بالظبط على قد اللي انت عايزه، صح كده؟ بالظبط. اوكي that is correct. اوكي segment exactly fits. طيب تعال نتكلم على external fragments، هل هيبقى في external fragments هنا؟ ممكن يبقى فيه. ازاي؟ لو انا بحجز يعني segments على قد اللي ما انا عايز، وبيبقى فاضل مكان ما اقدرش احجزه لاي حاجه. perfect. small memory leftover. اوكي زي ما احنا اتفقنا مع بعض، هتاخد اكزاكتلي على القيمه اللي انت عايزها. فده معناها ان ممكن تبقى في حاجات leftover. طيب ده معناه ايه؟ ده معناها في الميموري سيجمنتيشن او سيجمنتد ميموري انت ممكن تحتاج برضه تعمل كومباكشن. تعمل كومباكشن ليه؟ تعمل كومباكشن عشان تلم الاماكن الصغيره اللي هي فاضله دي،
عشان تجروبت مع بعض وتعمل بلوك واحد يقدر ياخد سجل. اوكي؟ طيب تعالوا نروح للحاجة التانية. بشوي انت معانا؟ بشوي ايوه انا اهو. عامل ايه بشوي؟ تمام كله تمام؟ كله تمام. طيب تعالوا نكمل مع بعض. انا اسف جدا. تعالوا نكمل مع بعض الجزء الثاني بتاع الميموري سيجمنتيشن او الفيرتشوال ميموري يعني. والميموري سيجمنتيشن خلاص اتكلمنا عليه بسرعه. ندخل بقى في البيج ميموري. البيج ميموري بصراحه هي الحته اللي عايز العب بيها كتير هنا. بيج ميموري. في البيج ميموري يا شباب الذاكره اللي موجوده عندي او البروجرام اللي موجود عندي يبقى متقسم الى فريم سوري ان ذا بيجز. يبقى البروجرام طبعا البروجرام قبل ما اشتغل هو موجود فين؟ قبل ما اكسكيوت هو فين؟ هارد ديسك. هارد ديسك. So even when it's on the hard disk, it's organized as pages. يبقى كل واحدة من دول، كل واحدة من دول الموجودين عندي pages. وبعدين عندنا جوه الرام اهي حاجات متقسمة جوه الرام. الرام نفسها متقسمة into frames. Okay. There is a one-to-one correspondence between pages and frames. يعني إيه؟ يعني لو ده حجمه 2 كيلو ده هيبقى حجمه 2 كيلو. Okay? There is a one-to-one correspondence between sizes of pages and frames. Okay? وإيه اللي بيحصل؟ إن أنت لما تيجي تطلب page معينة for example أنت في البروجرام بتاعك عايز تستخدم البيج ده. Okay? الكمبيوتر أو الأوبريتنج سيستم هتدور في الرام اني فريم فاضي، ولما تلاقي فريم فاضي هتقوم واخده البيج دي وتحملها في الفريم. فافترض ان هي لقيت الفريم دي هتقوم محمله البيج جوه الفريم دي. وبعدين تدخل في نفس الوقت جوه البي سي بي تكتب في البي سي بي رقم البيج اللي موجود عندي corresponding to what frame. For example هنا البيج نمبر 0 corresponds to frame number 012. اوكي ودي الطريقه اللي بيستخدمها جوه البي سي بي عشان يكيب تراك اوف اني بيجز متحمله في اني فريمز. واستاذنك الجدول ده بنسميه البيج تيبل. خليك فاكر الكلمه دي عشان دي فيري فيري امبورتنت نرجع لها على طول. طيب تعالوا نشوف مع بعض ازاي ال 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 الاستراتيجي بتاع اختيار الاماكن اللي هحط فيها البيجز او لما يكون البيجز كلها مليانه هعمل فيها ايه مهمه قوي للبرفورمانس. اوكي سو شويه ديفينيشنز. انا لما تكون البيج اللي انا عايزها البيج اللي انا طالبها مش موجوده في الذاكره اوكي انا هضطر احملها من الهارد ديسك، اجيب نسخه منها من هارد ديسك واحطها جوه الرام. والفكره لما يكون في بيج مش موجوده يعني if I request a page والبيج دي مش موجوده بنسمي اللي حصل ده page miss. اوكي هستأذنك حد يقول لي دلوقتي من الناس الكويسه هو ازاي الكمبيوتر هيعرف لما يطلب page ان البيج دي مش موجوده في الذاكره ولا لا؟ هيسيرش فين؟ عشان نشوف البيج دي موجوده ولا لا. التيبل اللي احنا لسه متكلمين عليه. برافو عليك البيج تيبل. يبقى اول خطوه هيعملها هيسيرش في البيج تيبل. والبيج تيبل ده في البي سي بي يعني في الميموري. فانت كده عملت one memory access. انت هتروح للميموري الاول تاكسس عشان تبص على البيج تيبل. طيب ما لقيتهاش موجوده في البيج تيبل هتعمل ايه؟ هتقوم رايح ها تاكسس مين؟ هتاكسس مين؟ هتاكسس مين؟ ما لقيتهاش في البيج تيبل هتعمل ايه؟ اروح اجيبها من الهارد. هتجيبها من الهارد ديسك. اوكي؟ طيب
طبعا في هنا تبقى some latency اللي هي الكميه. For example, assume the memory access is 2 microseconds while hard disk access is 20 microseconds. طب ده لو حصل page miss. طيب لو حصل page hit, يعني انا لو لقيت البيج انا هعرف ازاي ان هي موجوده الاول. ازاي هعرف ان هي موجوده البيج؟ ايه يا جماعه انت لسه قايلينها من التيبل برضو؟ من التيبل برضو. هتشيك في البيج تيبل اول هلاقيها، هيبقى عندي 1 ميموري اكسس اللي هو 2 مايكرو سكندز. بعدين لو لقيتها هعمل ايه بعد كده؟ عايز اجيب بقى المحتوى بتاعها، اجيبها من فين؟ اجيب المحتوى بتاعها عشان اشتغل بيه. انا زعلت، انا بجيب المحتوى بتاع البيج لو لقيتها، لو هي متحمله في الميموري هجيب المحتوى بتاعها منين؟ طب اسال سؤال تاني، هو انا اجيب المحتوى بتاعها واحطه فين؟ الميموري ان شاء الله. هي اوريدي في الميموري. هي يعني مش المفروض البيج بتبقى على الهارد ديسك وبنقلها على فريم في الميموري ولا؟ يس yes. بس انت لو لقيت البيج موجوده، يعني لو البيج موجوده في البيج تيبل هي اوريدي اتحملت في فريم. تمام. طيب انت هتجيبها من فين وتحطها فين؟ بس عشان دي تبقى واضحه، يعني لو انا كنت مش واضح الاول تعال نوضح الحته دي. هي لو اوريدي البيج متحمله في فريم جوه الميموري، انا محتاج يعني ايه اللي محتاج اعمل فيها بقى عشان اشتغل عليها؟ اللي هيقولها لي هدي له بلس 5. او هفتح البونص اهو. انا اسف على المحاضره في البدايه، انا كنت بس يعني شبه بتخانق على الموبايل بتاعي مع حد في الواتساب وانا بشرح، ف I'm sorry about يمكن اللاك اوف اوردر، بس انا دلوقتي معاكم. يلا قولوا لي بلس 5 للشخص اللي هيقول لي اهو الاو اس الميموري لو كانت موجوده في الفريم انا عايز اعمل لها بروسيسنج، احطها فين عشان اعمل لها بروسيس؟ There are two correct answers عشان تبقوا عارفين. Absolutely correct answer لو شرحت لي الحاجتين مع بعض، بس there are two correct answers. طيب اسال سؤال، هو انت لما تيجي تاكسس فاريبل والفاريبل ده داخل بيج معين ينتمي البيج، هل انت بتتعامل مع يعني بتدخل البيج كلها على السي بي يو ولا جزء من البيج؟ الجزء اللي انا محتاجه. الجزء اللي انت هتحتاجه، الجزء اللي انت هتحتاجه بيتحط فين؟ في السي بي يو. في الكاش. اوكي احنا ابتدينا نتكلم كده، واكشلي التيبل كلها حطها في الكاش. اوكي البيج كلها قصدي حطها في الكاش. I usually I will cache the entire page. الا لو كان الجرانيولاريتي بتاعتي حاجه اسمها page lines. تبقى sub component من page، في الحاله دي هحط اللاين ده في الكاش. بس you're correct، انا هحط البيج او جزء من البيج محترم جوه الكاش ميموري، انت صح. بس الجزء اللي انا بشتغل عليه فعلا هحطه فين؟ هل في الكاش ولا في حته ثانيه؟ عشان نشتغل عشان نعمل عليه الاوبريشن. في البروسيسور نفسه. ريجسترز في السي بي يو. So essentially what you're going to do is when you access a page موجوده في الميموري. انا مش عارف مين يجاوب صراحه، يعني انا مش كريم ولا بشوي ولا عمر، انا مش عارف. هو انا كنت قلت ريجسترز. يعني كريم ريجسترز، انا قلت بروسيسور في نفس الوقت. اوكي طيب كنت بقول ايه انا؟ كنت بقول لما تيجي تاكسس حاجه، لما تيجي تاكسس حاجه من الذاكره وهي بيج من الذاكره وهي اوريدي متحمله في فريم، انت هتكتشف الاول من البيج تيبل ان هي متحمله في فريم. وبعد ما تكتشف ان هي متحمله في فريم انت هتبتدي تاخد كوبي من البيج دي تحطها في الكاش ميموري. ليه هتحطها في الكاش ميموري؟ عشان انت ما دام استخدمت جزء من البيج ده، اللوكاليتي اوف ريفرنس ان هي الفكره ان in the future انت هتاكسس حاجات قريب من الحاجه اللي انت اوريدي اكسستها هتتحط في الكاش. يعني انت هتقول probably انت لو اخذت variable x وقبليها variable z وبعديها variable y probably انت تستخدم y وz قريب، فانت تحملهم برضو في الكاش ميموري. وبعدين z اللي انت عايز تشتغل او الاكس اللي انت عايز تشتغل عليها هتقوم حاططها في الريجسترز عشان تبتدي تشتغل عليها. There's a transfer from RAM into cache and registers. وده هيبقى one memory access اضافي، يبقى get
data prompt. دي انا بكتب بالقلم اهو، معلش لخبطت، اي ميكست الاثنين. get data from RAM، ده واحد memory access، يبقى 2 مايكرو سكندز برضه. انا ليه كنت بدي لك الفكره دي؟ ان حاجه بنسميها الميس بنالتي، بنالتي اللي هو العقاب اللي انت هتاخده لو انت حصل بيج ميس، هو هيبقى 2 زائد 20 مقسوم على 2 زائد 2. ده التايم اللي انا هاخده عشان اكسس الداتا لو هي موجوده في الرام دي، عشان ابص على البيج تيبل، ودي عشان اجيبها من الرام احطها في الكاش. وده التايم اللي انا هاخده لو هيحصل ميس، ده التايم اللي انت هتجي تشيك فيها البيج تيبل، وده التايم اللي انت تاخده عشان تحمله من الهارد ديسك. اوكي، القيمه دي اسمها الميس بنالتي، وانا عايز as much as possible اقلل الميس بنالتي بتاعتي. اوكي، الكلمه الثانيه الميس هي فولت، ممكن نسميها فولت بنالتي. اوكي، بنالتي. I want to minimize this number as much as possible. فأنا عايز أقلل عدد الفولتس اللي بتحصل. طبعا في البداية خالص لما تكون الذاكرة فاضية، يعني الرام كلها كل الفريمز اللي موجودة عندي فاضية، كل الفريمز اللي عندي موجودة فاضية، 2 كيلو 2 كيلو 2 كيلو. اوكي، البيج فولت الوحيده اللي ممكن تحصل ان انت تحول البيج، تحمل البيج لاول مره. يعني انت بتحمل البيج لاول مره هيحصل لك بيج فولت. It's typically expensive بس it is not very it's expensive بس it's less expensive than not any من البيج فولت. طب ايه النوع بتاع البيج فولت will be extremely expensive؟ النوع بتاع البيج فولت اللي هيبقى extremely expensive هو لو كل الذاكره دي مليانه. اوكي، طب لو كل الذاكره دي مليانه، تعال نعمل السيكونس اوف ايفنتس. كل الذاكره دي مليانه وانت طلبت البيج دي والبيج دي مش موجوده، ايه اول قيمه، اول حاجه او اول ايفنت هتعمله زي اللي فوق دول؟ اول حاجه تعملها عشان تكتشف البيج مش موجوده هتعمل ايه؟ بص في التيبل الاول، بص في التيبل، فهتبقى عندك التو تايم يونتس بتاعت الميموري اكسس. طيب بعدين هتعمل ايه؟ دي مليانة هتعمل ايه؟ هشيل واحدة ولا؟ هتشيل واحدة، هيبقى عندك ديسك اكسس 20. وبعدين هتعمل ايه؟ احط في مكان انا شلته ده، احط في مكان ما شلتها واحدة تانية، يبقى ديسك اكسس تانية. شايف التوتال تايم بتاعك هنا؟ التوتال تايم بتاعك هنا 44 او 42 ان اس. فال penalty بتاعت المس اللي بتحصل بالشكل ده is very high. اوكي، البنالتي اللي بيحصل لو انت حبيت تحمل حاجه في الذاكره ومش لاقيها فهتضطر تشيل واحده وبعدين تستبدلها بحاجه تانية is very high. It's higher عن البنالتي او المسز اللي بتحصل في البدايه لما انت مش، هي مش موجوده في الميموري بس مفيش حد تاني موجود، يعني الميموري فاضيه فانت هتحملها على طول. عشان كده بعض الكتب وهي بتتكلم على الالجوريزمز ما بتحسبش دي. لما تتكلم على بيج فولتس او بيج مسز هي بتتكلم فقط على الاكزامبل التاني ده. اوكي؟ ان انت محتاج تاكسس ذاكره معينه، الذاكره دي مش موجوده او البيج دي مش موجوده في الرام والرام كله مليان، فانت هتضطر تشيل واحد وتحطه مكانه. كتب معينه بتحسب دي بس. انا هستاذنك عشان كومبليتنس انا هحسب الاثنين، هحسب ده وده. بس انت وانا عارفين كويس قوي ان النوع من المس الفوقاني ده is less expensive عن النوع المس ده. less expensive by an order of magnitude، يعني ب 20، قيمه 20 كامله. عشان الذاكره فاضيه فكل اللي انت هتحتاج تعمله هتعمل رايت فيها. لكن لو كانت الذاكره مليانه انت هتعمل اول ريد منها وترايت على الهارد ديسك، بعدين تريد من الهارد ديسك وترايت في الميموري، فهيبقى في تو اوبريشنز. طيب كل الكلام اللي انا بقوله لك دلوقتي انا بعمل سيتنج اب
لايديا مهمه قوي. وايه هي الايديا المهمه قوي؟ اختيار اني خانه هحط فيها البيج دي مهمه قوي، وهتاثر على البيج مسز الموجوده عندي. اوكي، يبقى اختيار اني خانه هحط فيها البيج دي مهمه قوي، وتاثر على بيج مسز الموجود عندي، بالذات يا باشمهندسين لما تبقى الميموري كلها مليانه. لما الميموري كلها تبقى مليانه وكل الاماكن متاخده، اختيار اني واحده من المليانين دول هيتشالوا وهتحط مكانها بيج تانية is extremely important، وهتأثر على performance بتاعي بشدة بشدة. طيب قبل لما ندخل ونشوف ازاي هتأثر عليا ونحسبها بإيدينا، هستأذنكم هسأل سؤال تاني في الاكزامبل ده، عشان دايما بتكلم على internal external fragments. في الاكزامبل ده، هل في internal fragments؟ وهل في external fragments؟ نبدأ بالإنترنال، هل في إنترنال فراجمنتس؟ لا. فكر كويس قوي، خلي بالك إن البيج سايز از فيكست، فيكست على اللي أنا محتاجه ولا فيكست لا وخلاص؟ فيكست وخلاص. يبقى هل هيبقى فيه؟ يبقى فيه كده. هيبقى فيه. لو البرنامج بتاعك فيه 20 بيج، أي بيج فيهم ممكن يبقى فيها فراجمنتس. بلاش، لو فيها كذا بيج اني واحده فيهم ممكن يبقى فيها فراجمنت. آخر واحدة؟ اخر واحده، برافو عليك يا شوي. لاست وان، لاست بيج مي كونتين فراجمنت. طب هي ممكن تكونتين فراجمنت امتى؟ ايه الشرط او ايه البروبرتي اللي ممكن تخليها فيها فراجمنت؟ او الكونتنت بتاعها مش واخد البيج كلها. بالظبط كده، لو حجم البرنامج بتاعك is not absolutely divisible by the page size، يعني انت لو عندك حجم البروجرام بتاعك 3 كيلو، يبقى انا هاخد كام بيج؟ 2 pages. 2 بيجز، واحده 2 كيلو والاخيره 1 1 كيلو. كيلو، انت هتحجز 2 كيلو بس منها هتستغل 1 كيلو فقط، فده فراجمنت. اوكي، دايما هتبقى في اخر بيج بتاعك، فتبقى عندك at least، لا at most، انا اسف جدا، at most one page per program. طيب ليه at most؟ عشان ممكن السايز بتاعها يبقى absolutely divisible، لو كانت 4 كيلو مثلا، حجم البروجرام بتاعك 4 كيلو مفيش fragments، عندك 2 pages 2 كيلو و2 كيلو. It is possible to have internal fragments and if they exist هتبقى في ال last page بتاعت، لو كان حجم البروجرام مش absolutely divisible by السايز بتاع البيج الواحدة أو الفريم الواحدة. طيب الـ external fragments إيه رأيك؟ ممكن فيها external fragments؟ لا لا، no external fragments. ليه؟ إن الذاكرة أصلا متقسمة to chunks، مفيش chunk صغيرة و chunk كبيرة، كلهم صح؟ chunks قد بعض. قد بعض، كلهم 2 كيلو، يا تاخدها يا ما تاخدهاش. اوكي، فده البروبرتيز او الجنرال بروبرتيز بتاعت الحاجتين دول. طيب تعالوا نشوف مع بعض ازاي ممكن نحل المشكله او نفكر في الايديا، الفكره بتاعت لما يكون عندي بيجز مليانه، كل الميموري مليانه وانا عايز اشيل حد من الناس اللي موجوده، واحد من البيجز الموجوده عايز اشيلها عشان احط بيج تانية مكانها. اوكي، هنستأذنك دي هنسميها memory replacement policy اللي احنا اتكلمنا عليها first fit to best fit، ده كان memory placement، احطها فين. هنا بنتكلم على memory replacement. يعني ايه memory replacement؟ لما اشيل حد اختار مين اشيله. ناقشوني شويه بدي، على اساس ايه اختار حد من الناس عشان اشيله من الذاكره واحط حد تاني مكانه؟ ايه الاوبتيمال سولوشن؟
priority least priority HL. هل priority really هنا عندها effect على ال performance بتاعي؟ طب هو انا بحاول امنع ايه؟ قلت لك الحاجه ال expensive عندي في الميموري مانجمنت ده، ايه هي اللي بحاول امنعها؟ المس بنالتي ماشي. ال miss penalty I'm trying to minimize the number of page faults. Trying to minimize the number of page misses. Page misses or page faults, synonyms. يعني أقول دي هي نفس الحاجة. But what I'm trying to do is I want to minimize عدد ال page faults باستخدام قرار ذكي في مين يتشال من السيستم لما أحتاج أشيل حد وأحط حد مكانه. إديني ال optimal. إيه اللي هتبقى perfect لو شلتها وحطيت حد مكانها من in respect of page faults. أشيل أكبر واحدة؟ باشا كلهم نفس الحجم. آه صح. كلهم نفس الحجم. إيه من ناحية الـ minimizing الـ page faults الـ optimal؟ مين يتشال؟ أحسن واحدة تتشال عشان ما يحصلش page faults تاني في المستقبل. أحسن واحدة تتشال مين؟ اللي هيقولها لي ياخد بلس 5. اللي هي الفراجمنتد؟ لا يا باشا مفيش فراجمنتد هنا. أو يعني آخر واحدة يعني؟ Why؟ Why would this be good؟ It's not. عندك كذا page وأنت المفروض تشيل واحدة. الهدف إن أنا أشيل واحدة بختارها such as to minimize page faults أو page misses. طب أسألك سؤال، يمكن أنا عشان الخناقة اللي حصلت في بداية المحاضرة يمكن ما خلتنيش امشي بالتسلسل، فانا همشي لك بالتسلسل دلوقتي وشوف اذا كنت فاهم ولا لا. اول حاجه، في اي حاجه ممكن تعملها تمنع البيج فولت الحاليا بتحصل؟ انا لا. دلوقتي لا مفيش، فدي استحاله تمنعها. خلاص ده امر واقع. انا مضطر اشيل حد ومضطر احط حد، فالبيج فولت ده هيتم. طيب امال ايه اللي ممكن اتحكم فيه؟ اللي ممكن اتحكم فيه ان انا اقلل as much as possible احتمال حدوث بيج فولت تاني في المستقبل. تاني، البيج فولت الحالي اللي انا بشتغل فيه ده امر واقع هيحصل، ما غصب عني هيحصل. هو هيحصل ليه؟ انا محتاج بيج والذاكره كلها مليانه، فاضطر اشيل حد وادخل حد مكانه. دن، ما فيهاش كلام. طيب امال ايه الالجوريزم هيعمل له اوبتمايزيشن؟ الالجوريزم هيعمل له اوبتمايزيشن احتمال حدوث اي بيج فولتس تانيه في المستقبل. دي مفهومه؟ بناء على الكلام ده ايه احسن واحده اشيلها؟ ها اوكي، let us increase the stakes. اللي هيقول لي هديله بلس 10. يلا، عايز تفكير. هعيد سؤالي تاني. البيج فولت حاليا بتحصل امر واقع، مش هعرف اعمل حاجه، لكن لو انا اخترت بذكاء مين يتشال انا ممكن اقلل as much as possible حدوث page faults في المستقبل. مين يقول لي اختار اي واحده for 10 marks؟ انا زعلان يا شباب. طب اسال سؤال تاني، هو البيج اللي انا هشيلها دي اللي انا شلتها هي خلاص كده مش هستخدمها تاني ولا ممكن استخدمها تاني؟ استخدم تاني ممكن تستخدم تاني صح؟ وارد. استخدم المعلومه دي عشان تجاوب السؤال. هشيل اول واحده. شيل اول واحده؟ اول واحده.
ها؟ أول بيج. أيوه أول بيج، ليه؟ عشان it's the least likely إن أنا أستخدمها تاني. اوه بص بقى، بص بقى، برغم ان الاجابه بتاعتك ما كانتش صح، او ما كانتش الاجابه اللي عايزها، بس انت جيت قلت بقى جمله في الاخر هي الاجابه. ايه الجمله في الاخر قلتها؟ انا لازم اشيل البيج اللي انا ها يعني least اقل حاجة likely be used. استخدمها فين؟ to be used again. عشان لو لو شلت بيج هتستخدمها على طول، ما انت هتشيلها دلوقتي في الخطوه اللي جايه هتعمل ايه؟ هجيبها تاني، تجيبها تاني، بعد كده هجيب تشيلها، بعد كده بيج تجيبها، بعد نفسه. كده تشيلها، بعد كده تجيبها. يا سلام، بتبهدل. بنسمي لو انت عملت حاجه زي كده بنسميها بيج ثراشنج او ثراشنج، بس بنقول ان الميموري بتاعتك بتعمل ثراشنج. ثراشنج دي جايه من ايه؟ جايه من الناس اللي بتغرق في الميه، وتعرف يعملوا كده بايديهم، تحت يخبطوا كده عشان يعني يحموا نفسهم. الميموري بتعمل كده. لو انت شلت بيج بعد كده رجعتها تاني، اوكي، شلت بيج رجعتها تاني، شلت بيج رجعتها تاني، الكمبيوتر بتاعك بيسراش، هو مش قادر يقدر يشتغل، عشان هو كل شويه عمال ياخد بينالتي، مس بينالتي، مس بينالتي، مس بينالتي. في الورست كيس سيناريو الكمبيوتر بتاعك هيبقى فيري سلو. طيب، يبقى ده يتطلب مني ان انا اشيل البيج ها الليست لايكلي تو بي يوزد، زي ما قال بشوي. ثانك يو بشوي، انا هديك البلس 10 بشوي اهو، احطها لك، انت جاوبتها اهي. ماشي، يبقى انا هشيل الليست لايكلي تو بي ريوزد، بس ده يتطلب مني اعمل ايه يا شباب؟ ايه المعلومه او ايه لازم ابقى عارف معلومات عن ايه عشان اقدر اعرف البيج دي least likely to be used ولا لا؟ هل الماضي هيقول لي اي معلومه يقول لي البيج دي ممكن استخدمها قريب ولا لا في المستقبل؟ هو مش شرط يعني، مش شرط، عشان اقدر physically فعلا اشيل البيج ال least likely to be used في المستقبل I have to see a see the future. You have to see the future. You have to see the future, which is not possible. Okay? طيب نعيد تاني. وانا بشيل بيج من البيجز عشان استبدلها بالبيج اللي داخله، لازم الاوبتيمال كيس، الاوبتيمال سيناريو، تشيل البيج الليست لايكلي تو بي يوزد في المستقبل. طيب ليه ده الاوبتيمال؟ عشان لو انت شلت البيج دي مش هتضطر ترجعها كمان شويه. خلاص، هتشيلها وتفضل فتره طويله للمستقبل قدام ما بترجعهاش. طبعا احسن حاجه في العالم ان البيج اللي انت بتشيلها اصلا مش عايزها تاني. لو شلتها وانت مش عايزها تاني مش هترجع اصلا، ده كرم من عند ربنا. طيب لو ده مش هيحصل، اه ماشي، شيل البيج اللي بعد فتره طويله قوي 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 هتحتاجها، مش هتحتاجها دلوقتي، هتحتاجها بعد ابعد فتره ممكنه. اوكي، بس ده يتطلب مني اعرف المستقبل. اوكي، الالجوريزم ده ان انت تشيل الواحده ال least likely to be used لاطول فتره ممكنه في المستقبل اسمه الاوبتيمال الجوريزم. هكتبها لك، اوبتيمال الجوريزم فور ميموري ريبليسمنت. This algorithm. ايه ده عمر وقع مننا يا شباب؟ عمر سمعنا؟ تلاقيه قطع ولا حاجة وهيجي تاني. اما هو رجع، انت سامعنا يا عمر؟ اه يا دكتور، سامع حضرتك، هو النت فصل ورجع تاني. معلش انا عارف، انا كنت معاكم، انا كنت في البيت، كان بيحصل لي كده على طول، فام سوري. اوكي، يبقى this algorithm removes the page that will not be used for the most amount of time into the future. ده الفكره بتاعته، ده الفكره بتاعت الاوبتيمال الجوريزم. وعشان الالجوريزم ده اوبتيمال، الريزلتس بتاعتها او الريزلتس بتاع الالجوريزم ده احسن حاجه ممكن تجيبها، مش ممكن تجيب احسن من كده. طب طبعا انت ممكن تسال نفسك لما بتكلم على الريزلتس، يعني احسن نتائج، انا هقيس النتائج دي بناء على ايه؟ من الكلام اللي انا بقوله لغايه دلوقتي، في رايك هقيس البرفورمانس بتاع الالجوريزم ده بناء على ايه؟
غير بيج بحاول مس بيج بيج مس مسج. برافو في عليك، بيج مسج الفريكونسي بتاعتها يعني. بيرفكت بيرفكت، ثانك يو سير. بيج مسج نمبر اوف بيج مسج، the optimal algorithm minimizes the number of page misses. And you cannot do any better than the optimal algorithm. You cannot do any better than this. It is impossible. Okay? Time. Unfortunately, madam, I cannot implement this algorithm. أنا مش شايف الفيوتشر. أنا محتاج أعمل لها approximation. Approximation. هعمل approximation للالجوريزم ده. طب هعمل approximation للالجوريزم ده ازاي؟ بالمعلومات اللي عندي. طب ايه المعلومات اللي موجوده عندي؟ الحاضر اللي هو current present state والpast والماضي. If I can use the past and the present to estimate to the best of my ability ايه هو البلوك اللي هيستخدم ابعد فتره في المستقبل مش هحتاجه لفتره طويله، ده اللي هيتشال. واحنا عارفين كلنا من operating systems وهندسة عامة that there is no Goldilocks solution، معناها مش هطلع لك ولا algorithm هيبقى 100% optimal. الالجوريزم اللي انا هطلعه لك ممكن يبقى optimal في cases معينة و non-optimal في cases تانية، صح؟ بدل ما انا قلت ابتالي قلتها قبل كده بس نتأكد. طب لو انا عندي multiple algorithms ومش كلهم optimal، شوية optimal في cases معينة وشوية optimal في cases تانية، احط اني واحدة في الOS بتاعتي؟ وانا راجل بعمل واس هبح. ها مين يقول لي؟ انت اللي قلتها مش في السياق ده بس قلتها. multiple algorithms كلهم sub optimal، اني واحده منهم احطها؟ انا زعلان، يا اما انا ما كنتش بشرح كويس يا اما انتوا كنتوا نايمين معايا، انا كده زعلت قوي. ها قولوا لي. معلش هو ايه السؤال تاني؟ ما سمعتش. بس السؤال تاني، عندي multiple algorithms كلهم بيحاولوا يعملوا زي الاوبتيمال algorithm بس ما فيش حد هيبقى بالظبط زي الاوبتيمال، عشان الاوبتيمال ده احسن حاجه وشايف المستقبل. الالجوريزمز كلها اللي هعملها ممكن تبقى زي الاوبتيمال في كيسز معينه بس في اغلبيه الكيسز تبقى أسوأ منه. اوكي كلهم هيبقوا اوبتيمال في كيسز معينه، حظ او يعني السيكونس هيبقى حلو قوي فهتبقى شبه الاوبتيمال، بس بقيه السيكونسز اللي موجوده عندي الالجوريزم بتاعي هيبقى اقل من الاوبتيمال. طب ما عندي مالتيبل الجوريزمز، كذا الجوريزمز ولا واحده فيها اوبتيمال، احط اني واحده فيهم في الاو اس بتاعتي؟ اختار على اساس ايه؟ على حسب الابلكيشن. Thank you. Thank you, Abshoy. Thank you, Abshoy. Thank you, Abshoy. انت النهارده زي الفل يا Abshoy. شوف البشمهندسين، بشمهندس Abshoy قال ايه؟ على حسب الابلكيشنز. يعني ايه؟ بعمل سيميوليشن في الخلفيه برن بنش مارك. اكيد سمعنا كلمه بنش ماركس قبل كده. بنش ماركس عباره عن سامبل اوف بروجرامز يمثلوا تيبيكال ورك لود على الاو اس. هرن مالتيبل بنش ماركس ذات ريبريزنت التيبيكال لود بتاع اليوزرز اللي انا هبعت لهم الاو اس ده. يعني لو ويندوز، يوجوالي ويندوز انا هبعها لناس بيلعبوا جيمز او للناس في المكتب مش بيعملوا ساينتفك كالكوليشنز يعني. فانا هران البنش ماركس بتاعتي تتكون من الابلكيشنز دي واشوف اني الجوريزم فيهم كويس، واللي فيهم احسن هو ده اللي هحطه. وده الفرق بين الاواسس. لما يجي يقول لك الاواس دي كويسه قوي فور ساينتفك كومبيوتنج، لينكس از فيري جود فور ساينتفك كومبيوتنج مثلا، وويندوز هوم مش سيرفر، هوم مثلا is not good for scientific computing but it's very good for office applications productivity tools مثلا. هو قصده كده ليه؟ عشان ال choices اللي اتخذت، ال benchmarks اللي اشتغلت وانا بقيس ال performance بتاعت ال algorithm كانت فيها ال applications دي. يعني بتاع scientific computing كان بيعمل benchmark على scientific computing، بتاع ال productivity tools كان بيعمل benchmark على productivity tools. اوكي؟ ده انا عايز اقوله لك، كل ال algorithms none of them are optimal، كل واحدة ليها ميزة وعيب، وانت عشان تعرف اني واحدة فيهم احسن you will run benchmarks. طب ليه will run benchmarks؟ عشان مفيش حاجة theoretical، مفيش حاجة نظريا ممكن احسبها في الالجوريزمز دول تقول لي مين احسن من التاني. كلهم مرة يشتغلوا كويس مرة يشتغلوا وحش، انا وحظي. اوكي طيب تعالوا نتكلم على الالجوريزمز. يبقى since
we cannot use an optimal algorithm, we will have to approximate it using the past and present. Okay, استخدم الباست والبريزنت. بشوي وهو بيجاوب السؤال لما كان قال لي اجابه كان الجزء الاولاني بتاعها ملوش علاقه بالاجابه او يعني كان اوكي بس كان اخر جمله صح. فاكر لما قال لي قلت له ايه اللي اشيله فقال لي حاجه وبعد كده قال شيل اللي انت least likely to use. كان قال ايه في الاول؟ قال لي اشيل مين؟ اول واحده. اول واحده which is actually a policy. اول واحده دخلت شيلها الاول. البوليسي ده اسمه فيفو first in first out. والراشنال بتاعه راشنال يعني الايديا اللي خلوها تقول كده قالوا اول واحد استخدمته ده بقاله فتره ما استخدمتوش ودم بقاله فتره ما استخدمتوش غالبا خلاص او مش بقاله فتره سوش يعني بقاله فتره في السيستم بقاله فتره متحمل في السيستم وبدل بقاله فتره متحمل في السيستم غالبا انا خلاص خلصت منه ولو انا خلاص خلصت منه مش هحتاجه تاني في المستقبل فشيله. اوكي مين ممكن يقول لي كاونتر اكزامبل لحاجه زي كده؟ كاونتر اكزامبل حاجه تنفي الكلام ده. اي حاجه بحتاج فيها الانيشال داتا مثلا في فور اكزامبل اي لوب لوب اول اليمنت اول اليمنت في الارين تحملته ده اول واحد بعد كده تمشي لوب ممكن اللوب يبقى فيها 1000 اليمنت مليون اليمنت ماشي عليه بس انت هتيجي كمان شويه ترجع مين ها لاول اليمنت تاني لاول اليمنت تاني فانت لو كنت بتتكلم احنا في نهايه الاري يعني لسه بشتغل في نهايه الاري وانا شغال في نهايه الاري it doesn't make sense اشيل الاول واحد doesn't عشان اول واحد ده كمان شويه من في اخر الاري بقى هرجعه تاني. اوكي فده كاونتر اكزامبل بس it is an approximation. اديني approximation تاني. ممكن مثلا اقل واحد استخدمته اقل وقت استخدمته اقل يعني اقل فريم استخدمته. علي صوتك يعني the least used frame. اوكي least frequently used least remove the least frequently used frame. ده approximation technique تاني يا شباب least frequently used يعني كل ما استخدم frame او page. اوكي خليها page. كل ما استخدم page اعد انا استخدمتها مرتين ثلاثه اربعه خمسه سته ولما اجي اشيل الفريم اللي استخدمته اقل عدد مرات الراشونال او الفكره ما دام انت مش بتستخدمه كتير احتمال انت تستخدمه تاني في المستقبل قليل فده هي ابروكسيميت الاوبتيمال الجوريزم. طبعا نفي كده ممكن بيج انت مش بتستخدمها في بدايه البرنامج الا مره مرتين بس كمان قدام شويه هتستخدمها كتير it is an approximation based on an idea مش لازم تكون صح. مين يديني فكرة تانية؟ عايز واحدة تانية بس يديني فكرة تانية. ها ممكن بقى لا غلط ولا بشوي قرب على التليفون الله يخليك. لا لا كنت يعني جاتي فكرة وبقى يعني كانت غلط يعني ف... اوكي ممكن اشيل مثلا لسه داخله واخر حاجه داخله بس انا ما اشتغلتش كتير مثلا ممكن صدقني ممكن last in first out remove the last page loaded ممكن بس هو كان في حاجه تانية في مخي بصراحه تبقى مر يعني طبعا الليفو ده انا وحظي بقى بس كان في حاجه في مخي تانية. ايه بقى؟
هي قريبة لل least frequently used. least frequently used يعني أقل واحدة استخدام، صح؟ وفي فوق أول واحدة. بس أول واحدة دخلت، هو أنا يهمني أول واحدة دخلت ولا إيه البيج اللي بقالي فترة إيه؟ بقالي فترة ما استخدمتهاش. بقالي فترة ما استخدمتهاش. ففي الحالة دي أنا هحتاج أسجل آخر مرة استخدمت كل بيج إمتى؟ وأبعد واحدة في الاستخدام بقالي فترة ما استخدمتهاش، دي اللي تتشال، دي بنسميها least recently used. remove the least recently used page. اوكي؟ طيب، فده الفكرة بتاعت least recently used. كل الالجوريزمز الموجودة عندي دول زي ما اتفقت معاك بي approximate، بيحاكوا الفكرة بتاعت الاوبتيمال الالجوريزم. تعال نشوف example. لو جيت قلت لك في عندي بروجرام P1 بيطلب البيجز دي، انا بضرب ارقام فممكن ارقام تطلع او الاكسبيرمنت تطلع معايا غلط، بس احنا هنشوف. والميموري دي عندي فيها 3 فريمز. تعال نطبق بقى كل واحده من الالجوريزمز المختلفه بتاعتنا على السيستم ده. نبدأ بالأوبتيمال. في البداية خالص طلبت 2، موجودة ولا لأ؟ موجود، موجودة في الذاكرة؟ لا مش موجودة. تمام، لا لسه لود، لسه في لود، فده هيبقى بيج فولت. بعدين نحط 2. طيب كده طلبت 2، موجودة ولا لأ؟ موجود، موجودة ما فيهاش حاجة. طب بعد كده طلبت 1، موجودة ولا لأ؟ بيج فولت، مش موجودة، بيج فولت. حطيت 1. طب بعد كده طلبت 2، بيج فولت. خلي بالك البيج فولت ده من نوع رخيص لو انت فاكره، اللي هو بحط بس في الذاكره مش بشيل، فاكر؟ اوكي. جيت طلبت 4، مش موجوده، بيج فولت ثانيه. اعمل ايه بقى؟ اشيل مين؟ الاوبتيمال يقول لي اشيل مين؟ واحد او ثلاثه؟ واحد واحد أو لا لا واحد واحد واحد. طيب بص في المستقبل شوف فين ابعد واحده تستخدمها. الاثنين هستخدمها على طول، ثلاثه بعدها شويه، لكن الواحد ها مش هستخدمه خالص. طيب ان شاء الله. وحاطط 4. طيب بعد كده اكسس 2، موجوده ولا لا؟ موجوده. حلوه. والثلاثه؟ موجود. والاربعه؟ موجود. والخمسه؟ موجود. شيل اي حاجه، اي حاجه، تعال نشيل دي مثلا. طب عندي كام بيج فولت هنا؟ 1 2 3 4 5 بيج فولتس. لو حصل 5 بيج فولتس، سوري مش لو حصل، اي الجوريزم تاني هتكتبه استحاله هيجيب احسن من ايه؟ 5 بيج فولتس. نو واي هيجيب احسن من بيج فولتس. ممكن يبقى اسوأ من 5 بيج فولتس، بس نو واي هيبقى احسن من بيج 5 بيج فولتس. 5 بيج فولتس. طيب اسالك سؤال، از ات بوسيبل لاي الجوريزم من الالجوريزمز دول يجيب في سيكونس من السيكونس 5 بيج فولتس برضه؟ لا. ينفع في فكره، بس ايه؟ خلي بالك، ها، صدفه للسيكونس ده بس. طب لو اديت له سيكونس تاني؟ نو واي. يعني ممكن اي الجوريزم من الالجوريزمز دول in some sequence of requests يبقى equal to the optimal، ممكن، بس هو مش عشان هو optimal على طول ولا هو خمن صح، هو عشان الطريقه اللي خمن بيها صدفت ان هي تطابقت مع الاوبتيمال الجوريزم. فاهم اللي انا بقوله ولا لا؟ ايوه. اوكي، ف this is a possibility بس it is not a rule. ولو حصلت مره مش بالضروره هتحصل لنفس الالجوريزم ده على كل السيكونسز، يعني ممكن كان حظه حلو في السيكونس ده. تعالوا نتكلم على كل واحده منهم، نبدا بالفيفو. يلا فيفو،
وده الفريمز اللي موجود عندي. تعالوا نتكلم مع بعض على الفيفو. اول مره هتدخل مين؟ اتنين اهو، بيج فولت، مفيش بيج فولت. 1 بيج فولت، برافو عليك. 3 بيج فولت، 4 بيج فولت. هتشيل يشيل اتنين. مين؟ اول واحده دخلت اتنين، ومشال اتنين حاطط اربعه. يجي الاثنين، هو عايز اثنين، شالها، يعمل ايه؟ بيج فولت ثانيه. شايف دي سراشنج؟ اللي لسه كان شايلها من شويه اضطر ايه؟ يرجعها. طيب بعد كده هيقوم باصص للماضي، دلوقتي عايز يدخل اثنين، مين اللي هيشيله؟ واحد. واحد. ثلاثه موجوده، اربعه موجوده، خمسه مش موجوده. بيج فولت هيشيل التلاته. هيشيل الثلاثه، هيبص كده لورا. الثلاثة كانت أبعد واحدة، فيشيل دي ويحط هنا خمسة. تعال نعد ال page faults. 1 2 3 4 5 6 6 page faults. ممكن أكتبها PFs بعد كده بدل ما أكتب كل مرة page faults. أوكي، شايف أسوأ من ال optimal algorithm. طيب تعال نشوف ال LIFO least frequently used. Least frequently used. انا على فكره الارقام دي انا 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 الفتها قصادك، ف I cannot guarantee ان هطلع واحده منهم خمسه. انا الفتها وانا قاعد قصادك، بس زي ما انا قلت لك it is possible لواحده منهم تبقى بالظبط زي ال optimal algorithm. الحاجه الوحيده اللي I can guarantee ليك بدون افكر ان مفيش algorithm هيجيب لي احسن من خمسه. No way. عشان ال optimal algorithm طلع على خمسه. طيب ال least frequently used هيحتاج معلومة إضافية تتخزن مع ال pages دول، إيه هي؟ محتاج إيه مع ال pages دول عشان أعرف ال frequency of use بتاعتها؟ counter. counter، برافو عليك، counter، محتاج counter لكل واحدة. في البداية خالص هحتاج الاتنين، ده page fault، هتحط الاتنين وال counter بتاعها هيبقى 1. بعدين الاثنين دي مش هيبقى فيها page fault، بس الكاونتر هيبقى كام؟ 2. بعد كده 1 page fault والكاونتر بتاعها هيبقى 1. بعد كده 3 page fault، الكاونتر بتاعها هيبقى 1. بعد كده 4 page fault، وهضطر اشيل هنا بقى، هشيل يمين يمين، يا واحد يا ثلاثة، يا واحد يا ثلاثة، عشان these are the least frequently used. دي استخدمتها مرتين فمش هشيلها، لكن دي مره ودي مره. طيب اني واحده منهم، انا كتبت هنا واحد for some reason، الثلاثه. طب اشيل اني واحده منهم؟ random. random there is no guarantee. random، تعال عشان احاول انا مش عارف، انا مش هضمن هعرف اجيبها ولا لا، بس انا هحاول. عشان احاول اجيب الخمسه page faults، انا هفترض ان هو يختار الواحده ويشيلها. اوكي، طيب دلوقتي لو طلب اثنين هيلاقيها؟ طب الثلاثه هيلاقيها؟ طب الخمسه هيلاقيها؟ سوري، الاربعه هيلاقيها؟ طب الخمسه page fault، ويشيل واحده منهم. انا I lost track. دي كانت مره واحده، دي تبقى كام مره دلوقتي؟ ثلاثه، ودي اثنين واربعه، اثنين. اوكي، اني واحده هيشيلها كده دلوقتي؟ هيشيل ثلاثه اربعه، يا ثلاثه يا اربعه. اوكي، تعال نقول ان هو شال الثلاثة، اشيل الثلاثة واحط هنا خمسة. page faults كام؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، 5 page faults. جت الحمد لله. أنا كنت عايز واحدة على الأقل تبقى شبه اللي فوق عشان تعرفوا إن هي ممكن تحصل كده. أوكي؟ أهي، بس خلي بالك أنا عملت هنا modification أو اخترت لما كان الاختيار بين واحد وثلاثة، قلت لك ده هيبقى random، هو هيختار واحدة at random، هيرمي die كده ويختار. أنا اخترت الواحد. اخترت الواحد عشان نخليها خمسة. بس there is no guarantee كان اختار الواحد، كان ممكن اختار الثلاثة، فممكن حتى في السيكونس ده كانت البيج فولس بتاعته تبقى أكتر من خمسة. أوكي؟ دي اللي أنا عايزك تعرفها. طيب ليفو بلاش منها عشان بصوا عليها، أنت حاول تعملها أنت. بس ليفو يعني مش very popular في الالجوريزمز يعني. It doesn't really make a lot of sense. طب تعال نشوف least recently used. طيب في الليست ريسنتلي يوزد، ايه المعلومه الاضافيه الموجوده مع كل بيج؟
آخر مرة استخدمتها. آخر مرة استخدمتها يعني تايم ستامب، هتخزن هنا تايم ستامب. هستأذنك التايم ستامب بتاعي هيبقى هنا 0 1 2 3 4 5 6 7 8. هفترض ان كل واحده من الايفنتس دي ليها رقم، يعني هنا الوقت كان 0 هنا الوقت كان 1 وهكذا عشان اسهل على نفسي. بس انا اسف. طب كده لما استخدمت الاثنين ما في بيج فولت، هحطها هنا التايم ستامب بتاعها كام كده؟ الاثنين التايم ستامب بتاعها كام؟ زيرو. اخترت 0. بعد كده استخدمت الاثنين عند وقت ده موجوده، بس التايم ستامب بتاعها هيبقى كام دلوقتي؟ 1. طيب بعد كده ال 1 مش موجوده يبقى بيج فولت، هتحطها بس التايم ستامب بتاعها كام؟ 2. طيب بعد كده 3 مش موجوده يبقى بيج فولت، بس التايم ستامب بتاعها كام؟ 3. طيب بعد كده 4 بيج فولت، هشيل الليست ريسنتلي يوزد، مين ابعد واحده في التايمز بتاعتي، ابعد واحده عني. انا في تايم كام دلوقتي؟ 4. مين ابعد واحده عني؟ ال 2 يا بابا اللي هي ال 1 2 دي. اها اوكي، فدي اللي هتتشال، حط هنا 4 بيج فولت. اه شفت بقى، طبعا تايم ستامب بتاع هنا كام؟ 4. طب دلوقتي هتاخد ال 2 مش موجوده بيج فولت، مين اللي هيتشال دلوقتي؟ هيبص على دول، مين ابعد واحده في التايم ستامب بتاعهم؟ ال 1 ال 1، هشيل ال 1 حط هنا 2، والتايم ستامب بتاع 2 بقت كام دلوقتي؟ بقت 5. 5. طب عايز ال 3 موجوده؟ اه بس التايم ستامب بتاعتها بقت 6. ال 4 عايزها موجوده؟ اه بس التايم ستامب بتاعها بقت كام؟ 7. ال 5 عايزها مش موجوده بيج فولت. ابص في كل اللي فات، ال 4 التايم ستامب بتاعها 7، ال 3 التايم ستامب بتاعها 6، وال 2 التايم ستامب بتاعها كام؟ 5. مين فيهم هيتشال؟ ال 2 ال 2، اشيل ال 2 واحط ال 5. تعال نعدل البيج فولت هنا، 1 2 3 4 5 6، 6 بيج فولت. اوكي، دي الليست ريسنت يوزد. مفهومه لغايه دلوقتي يا شباب ولا لا؟ أسأل سؤال للناس الكويسة وهديك منها reading assignment. أنا already اديت لك reading assignment على مين؟ على ال ساعدوني ربنا يساعدكم، على ال body memory management. برافو عليك، ال body memory management system. هدي لك دلوقتي assignment تانية، بس الأول أسألك السؤال. أنا شغال فيفا وكان عندي 3 فريمز، إيه رأيك لو زودت عدد الفريمز لأربعة؟ كانوا 3 زودتهم لأربعة، إيه رأيك؟ تزيد ولا تقل عدد البيج ميسز؟ What do you expect؟ تقل؟ تقل. وأنا بقى هاجي اخضك، ممكن اديك سيكونس لما عدد الفريمز الفاضيه تزيد عدد البيج ميسز تزيد برضو. تخيل يعني انت اديت لها مكان اكتر وعدد البيج ميسز اللي موجوده هتزيد. الفينومينا ده في الفيفو اسمه بلاديز انوم، بلاديز او بلاديز انومالي. your reading assignment تقرا وتفهم ليه بليدز انوملي بيحصل. اقول تاني، بليدز انوملي بيحصل يعني ايه؟ بليدز انوملي الطبيعي لما انا ازود حجم الفريمز، عدد الفريمز الموجود عندي، الطبيعي البيج فولتس تقل، هتزيد. في باثولوجيكال كيس، في كيس معينه من الريكوستس لو زادت، عدد الفريمز عدد البيج ميسز هتزيد، اسمها بليدز انوملي. اقروها. This is just to see مين الطالب اللي هيجيب A++ عندي. اوكي؟ ليها رياضه والرياضه بتاعتها تقيله، بس يعني افهم الجنرال ايديا. بليدز انوملي بتحصل ليه؟ اوكي؟
ده reading assignment الثاني. نروح لاخر جزء من المحاضره بتاعتي. احنا ماشيين بسرعه على فكره، انا كنت فاكر المحاضره اللي راحت مني انا هتاخر، لا احنا ماشيين بسرعه، يمكن عشان عددكم ثلاثه مش عارف. بس انا كده هضيف شويه حاجات في المنهج، يعني النهارده حتى ممكن المحاضره بتاعتي تخلص بدري شويه. هضيف لكم حاجات ثانيه في المنهج، كده كده هناخد الفايل سيستمز، بعدين بفكر ادي لكم مودرن كونكرنسي كنترول تكنيكس زي السوفت وير ترانزاكشنال ميموري، هنزود حاجات. طيب تعالوا نشوف اخر حاجه موجوده النهارده في الـ في الـ في الـ في التوبيك ده. لو انا كنت بتكلم على الفيرتشوال ميموري، انا قلت لك ان في السيجمنتد ميموري، البيج ميموري، وبعد كده في البيج سيجمنتس. البيج سيجمنتس بتشتغل ازاي يا شباب؟ البيج سيجمنتس تشتغل كالاتي. عندي البروجرام متقسم لمجموعة سيجمنتس اهي، وكل سيجمنت من السيجمنتس، على فكرة دي مش آخر حاجة، في دي وبعد كده في حتة تانية وراها، معلش خليكم فكروني لما أخلص دي، فكروني أكلمكم على الهيوج بيجز، ها محدش ينسى، فكروني أكلمكم على الهيوج بيجز. اوكي دي فكره. كنت المفروض اجيب لون تاني صح؟ تعال نجيب لون تاني. فين الدرو؟ اهو الدرو، نرسم بالازرق. اوكي الازرق ده البيجز، الازرق ده البيجز. اوكي طيب يبقى عندي ثلاثة سيجمنتس، وكل سيجمنت من السيجمنتس بتاعتي متقسمة لبيجز. مين ممكن يقول لي طب ليه أعمل كده؟ يعني ليه أحط سيجمنتس؟ يعني ما خليني بقى في البيجز العادية. مين ممكن يقول لي ليه أعمل سيجمنتس وكل سيجمنت أحط فيها بيجز؟ إيه الأدفانتج الأساسي بتاع السيجمنتس لو أنتوا فاكرين؟ بقاش في internal fragments. اوكي بس هنا actually هيبقى انا هبقى تعبان قوي، يعني هيبقى عندي internal fragments كده كده، و actually ممكن كمان يبقى عندي external fragments، يعني هتبهدل هنا من ناحيه ال fragments. نتكلم فيها دي كمان شويه، ولا تعالى نتكلم فيها دلوقتي. هيبقى عندي كام internal fragment؟ ده برنامج واحد. هيبقى عندي كام internal fragment هنا لو في ثلاثه segments؟ ممكن يبقى عندي كام internal fragments؟ ثلاثه. ثلاثه في اخر كل سيجمنت. اوكي ف that's one problem. السكند بروبلم لو انت قسمتها لسيجمنتس اصلا، فانت بتاخد على قد اللي انت عايزه بالظبط، فممكن تسيب حته صغيره برضه، يعني في الاخر تيجي تسيب حته صغيره. اكشلي دي مش هتحصل، انا اسف جدا، دي مش هتحصل. انا اسف بعتذر لك، مش هيبقى في اكسترنال فراجمنت هنا، عشان حجم حجم السيجمنت بتاعك دايما هي، ولا ممكن حجم السيجمنت بتاعك هيبقى دايما multiple of page sizes، فانت مش هتاخد يعني اصغر حاجه ممكن تسيبها هتبقى حجمها كام؟ اصغر حاجه ممكن تتساب بره يبقى حجمها كام؟ لا كمان نفس حجم البيج، نفس حجم البيج. هو الورست كيس ان انت هتسيب بيج واحده، which can be sort of an internal fragment external fragment. ليه؟ انت لو سبت بيج فوق بعد كده بيج تحتها بشويه بعد كده بيج تحتها بشويه، ممكن مجموعه البيجز يعملوا سيجمنت جديده، بس عشان متنطورين مش هينفع. في الحاله دي لازم تعمل دي فراجمنتيشن. بس سيبك من الحته دي، يعني هي اهم حاجه هنا ان الانترنال فراجمنتس هتزيد، هتبقى ثلاثه بدل واحده. لا هو كان ايه المين ادفانتج بتاع السيجمنتس؟ مين يفكرني؟ قلت لك كل سيجمنت ممكن يبقى عندها ها اكسس رايتس مختلفه. With pure paging الحاجة دي مش معايا، أنا مش هقدر أقول إن البيجز دول كلهم ينتموا للكود فيبقى read only، ودول ينتموا للداتا فيبقى read write، فيعني يستحسن يبقى عندي segments متقسمة لبيجز. و this is actually used in microprocessors، كلهم اللي موجودين النهاردة كلهم عندهم page segments، كلهم بلا استثناء use page segments.
طيب كنت عايز اقول حاجه. يبقى دي التكنيك اللي موجود عندي، ونفس الفكره هيبقى عندك برضو بيج تيبل، بس البيج تيبل هيبقى بير سيجمنت، او جوه البيج تيبل في معلومه اضافيه بتقول لك ان البيجز دي تنتمي لاني سيجمنت من السيجمنتس الموجوده عندي. مفهومه دي ولا لا يا شباب؟ نيجي للحاجه الحلوه الانترستنج، هيوج بيجز. عشان نتكلم على هيوج بيجز تعالوا نتكلم ايه هي البوتل نيك، ايه هي عنق الزجاجه في اكسسنج ايجد ميموري. في حاجه كده كده يعني، لو انت فاكر تعالوا نتكلم على الباس اللي انت هتلاقي الداتا هتلاقيها في الميموري، هي موجوده في الفريم اوريدي. فكرني لو كانت موجوده في الفريم اوريدي هتاكسس الميموري كام مره؟ مرة واحدة نو. لو هي موجودة في الميموري طبعا لازم اكتشف ان هي موجودة الاول، فانا هاكسس الميموري كام مرة؟ وايه هما مرتين المرتين؟ المرة الاولى لمين؟ بيج تيبل. بيج تيبل، برافو عليك. والمرة التانية لا، اكسس الداتا نفسها. اكسسنج الداتا نفسها مفيش مفر منها، كده كده هتروح تجيب الداتا وتحملها في المايكرو بروسيسور والكاش، مفيش مفر منها. طيب ايه اللي فيه مفر منه؟ اللي فيه مفر منه accessing the page table. هل في طريقة ممكن optimize ال access لل page table؟ ال page table موجود في الذاكرة، وال memory access أبطأ من نوع معين من ال access. هو أبطأ من إيه؟ الرام أبطأ من إيه؟ الرام أبطأ من إيه؟ cache. cache memory. ف in order to speed up the access of the table, there is a we can put part of the page tables في cache memory. وده اللي بيحصل في المايكرو بروسيسور. بس هو a special type of cache، هو مش cache عادي، مش cache اللي بيتحط فيه الداتا والانستراكشنز، فبيسموه TLB. TLB. Okay, there is a special type of cache memory. For page table called TLB. TLB على ما انا فاكر اسمه translation او transaction look aside buffer، مش فاكر الاسم بالظبط يعني، حاجه زي كده. اوكي، وده هو كاش ميموري في جزء من البيج تيبل، اني جزء الجزء اللي بتستخدمه على طول. اوكي، والتي ال بي ده is a very small cache وفيري اكسبنسيف كاش، كان حتى بيخلوها اسرع من الكاش العاديه، مش فاكر من الـ من ان ان terms اوف ليفل 1 او ليفل 2، هتبقى تاني ليفل 1 اللي هي اغلى نوع من الكاش، عشان تبقى سريعه، عشان لما اجي اكسس الداتا بتاعتي اوصل لها بسرعه، بدل ما يبقى في عندي 2 ميموري اكسسز لا يبقى عندي 1 اكسس للكاش ميموري و1 اكسس لايه؟ لل ساعدني ربنا يساعدك للميموري. بس ده في السكسس. طيب في الفيلير دلوقتي، في الفيلير هتبقى اسرع ولا ابطا؟ في الفيلير يعني الداتا مش موجوده في الميموري، مش موجوده في الفريم، البيج اللي انت عايزها مش موجوده في الفريم، هيبقى اسرع ولا ابطا؟ انا بتكلم بسرعه صح؟ نرجع تاني، لو الداتا موجوده ان فريم، if data is in frame اديني ايه الاكسسز اللي هتحصل؟ اديني ايه الاكسس اللي هتحصل؟ هاكسس ايه الاول لو ديتا موجوده في الفريم؟ الكاش؟ كاش التي ال بي. تي ال بي وبعدين هلاقيها، فهم اكسس هاكسس الديتا من فين؟ الميموري نفسه، من الميموري. طيب بص بقى، if entry of data is not in TLB but in frame يبقى access ايه؟ access ال TLB مش هلاقيها، فهروح لل page table العادي فهلاقيها، بعد كده اروح للميموري.
برافو عليك، شفت التلاتة ميموري اكسس هي أسوأ، وأسوأ كمان ان انا ما أسوأ لقيهاش في البيج تيبل برضه، بالظبط فهروح للهارد فيها، فيها ليفل اطول. بس اللي عايز اقول لك ان مهم قوي بالنسبه لي عشان البرفورمانس يتحسن، ان في معظم الوقت الاقي الانتري اللي انا عايزها جوه مين؟ التي ال TLB. بي، صح؟ طيب ده يجي للفكره، كل لما تصغر حجم البيج عدد البيجز تزيد ولا تقل؟ تزيد. تزيد. وبدام عدد البيجز زادت يبقى احتمال وجود البيج اللي انت عايزها جوه البيج تي ال بي اقل، عشان هو فينيت سايز ما يقدرش يخزن حاجات اكتر من حجم معين. اوكي، بنسمي الحته دي ان انا كل ما اصغر حجم البيج كل لما احتمال الحاجه اللي انا عايزها ما تبقاش موجوده في التي ال بي، فاضطر اروح للميموري واعمل الفكره دي كلها، بنسميها تي ال بي بريشر. تي ال بي بريشر، انا عايز اقلل التي ال بي بريشر، عايز اقلل العبء اللي موجود على التي ال بي. يعني ايه؟ يعني عايز عدد البيجز اللي موجوده في السيستم تبقى اقل عشان التي ال بي يبقى يقدر يستحمل يخزن فيها اكتر عدد بيجز ممكنه والبروجرام تشتغل. اعملها ازاي؟ اعمل ايه لحجم البيج؟ أكبره مضبوط. اكبره، انكريز size of pages to reduce TLB pressure. بس قصاد كده ايه ال disadvantage اللي هيجي لي؟ fragment حجم، حجم يعني ايه حجم؟ يعني ايه؟ وضحها لي اكتر سنة عمر. لا انا كنت بقول fragment هيبقى فيه fragments. yes sir fragments will be very large، صح؟ ما انت لو البلوك بتاعك حجمه كبير وانت عايز حته صغيره منها هتحجز البلوك كله، الحته المتبقيه اللي مش مستخدمه بس محجوزه هتبقى كبيره قوي. بنسمي دي يا جماعه عشان انتوا فاهمين في السياق ده بنسميها memory bloat. bloat يعني انتفاخ، بيحصل انتفاخ. يعني ايه بيحصل انتفاخ؟ البروجرام عايز 2 كيلو بس البيج حجمه 2 ميجا، يبقى انا هحجز كام للبروجرام ده؟ ها؟ هحجز له 2 ميجا بس هو هيستفيد، بس هستفيد 2 كيلو بس. فحصل انتفاخ للميموري، ميموري بلوت، وده هيضيع لي الميموري اللي موجود عندي. طيب بص انا هقفل المحاضره على كده ونكمل المره الجايه برضه، عشان انا جالي نفس الشخص اللي كنت اتخانقت معاه في بدايه، واضح ان هيبقى في خناقه لما افتح الباب ده. بس ما علينا، خلينا نركز عشان جالي مسج تاني، بس اخلص الحته دي وفكروني اكمل من هنا الاسبوع الجاي. طيب ايه البوينت اللي انا عايز اعملها؟ البوينت اللي انا عايز اعملها ان شفتوا كل ما يجي لي المسج من الشخص ده الواحد بيفصل من المحاضره. كنت عايز اقول ايه؟ اللي انا عايز اعمله عشان اقلل دي، عشان اقلل المشكله دي اعملها ازاي؟ ابقى انتليجنت. يعني ايه ابقى انتليجنت؟ لو جالي ريكوست صغير اطلب ايه؟ ها؟ ها؟ لو جالي ريكوست 2 كيلو اخد هيوج بيج ولا بيج عاديه؟ بيج عادية. بيج عادية. طب لو طلبت مثلا 1.9 ميجا اخد بيج كبيرة. فاللي انا عايز اعمله عايز اعمل هايبريد بيج سايز ميكانيزم عشان يسمح لي لو احتجت بيج صغير اخده ولو احتجت بيج كبيرة اقدر اخدها. هستأذنكم فكروني اسبوع جاي ابدأ من هنا. هبدأ من هنا واوريكم الالجوريزمز اللي بتعمل كده. اوكي شباب؟ Very good. دي فكرة الـ huge memory، خليكم فاكرين. طيب أستأذنكم بشوي، أنت إيه موقفك اللي أنت كلمت لي عليه؟ ولا عايز تتكلم على واتساب؟ بشوي بشوي أيوة يا دكتور. أيوة أيوة أنا موجود. الموقف اللي كلمت لي عليه تحب نتكلم in private؟ أي حاجة ماشي، عشان عايز أعرف أعمل امتحان الأسبوع الجاي فيزيكال ولا لأ. بس
اوكي ممكن نتكلم ان برايفت، طيب مش طيب نتكلم برايفت وبعد كده نشوف. ماشي اوكي اوكي خلاص، يبقى هنشوف يا جماعه بيز على الكونفرسيشن، هنشوف ممكن الاسبوع الجاي في امتحان فيزيكال، او لو مش هينفع فيزيكال يبقى اونلاين، هنشوف على حسب المكالمه اللي هعملها. اوكي اوكي يا شباب، اوكي تمام يا دكتور، ماشي اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. ثانك يو يا ان شاء جماعه. الله، السلام عليكم. باي باي.